السلام عليكم. واخيرا وبعد انتظار فترة طويلة جدا رجع ويست وورلد بالموسم الثاني. انا شخصيا اشوف ان الموسم الثاني من ويست وورلد حيكون اقل تعقيدا من الموسم الاول بمراحل، والسبب ان الموسم الاول من ويست وورلد كان معقد لهدف. كل التعقيدات هذه اللي كانوا عاملينها في ويست وورلد في الموسم الاول عشان يبنوا احداث الحلقة الاخيرة من الموسم، لانه في الحلقة الاخيرة كل الخيوط هتتربط مع بعض والصورة كاملة حتبان. فلو انت شفت الموسم الاول قدرت تفهم الموسم الاول بكل التفاصيل، قدرت تعرف كيف ان ويست وورلد مبني على خيوط زمنية، مبني على خطوط زمنية، على تايم لاينز. لو قدرت تفهم كل تايم لاين، ايش اللي ساير فيه، مين الشخصيات الاساسية اللي فيه، وايش التغييرات بين كل خط زمني، حتفهم المسلسل بالكامل. ولو فهمت الموسم الأول أكيد الموسم الثاني حيكون سهل بالنسبة لك. عشان كده أنا عملت حلقة خاصة تشرح بيها كل الأحداث حق الموسم الأول. لو شفت الحلقة هذه أكيد حتبدأ الموسم الثاني وانت فاهم كل شيء. نصيحة، حتى لو انت شايف انك فاهم الموسم الأول، شوف الحلقة، لأنه حلو انك تفتكر، حلو تعرف كل التفاصيل، لأنه ويست وورلد يعتمد اعتماد كلي على التفاصيل. طيب خلونا نبدأ مناقشة الحلقة الأولى من الموسم الثاني لويست وورلد. خلاص كده انتهى معانا الموسم الأول، والمفروض انه كلنا كمشاهدين عرفنا انه ويست وورلد يعتمد على تايم لاينز، يعتمد على خيوط او خطوط زمنية. فحنبدأ الحلقة دي واحنا حاطين الشيء ده في بالنا، حنتنقل من زمن للثاني، والشخص اللي حيقودنا في التنقلات الزمنية هذه هي شخصية برنارد. في الماضي حيكون هو نفسه شخصية أرنولد. طيب في الحلقة دي عندنا ثلاثة خطوط زمنية، ثلاثة تايم لاينز، هي المهم انك تعرف كيف تتنقل من تايم لاين للثاني. اول تايم لاين او خط زمني هو التايم لاين في الوقت اللي كان قبل افتتاح ويست وورلد. هنا أرنولد بيتكلم مع دولوريس، بيتكلم معاها قبل كل حاجة ما تصير. التايم لاين الثاني او الخط الزمني الثاني هو بعد حدوث المجزرة، بعد دولوريس ما تخش على الحفلة نهاية الموسم الاول وتقتل كل الموجودين. في التايم لاين ده نلاقي برنارد وهو قاعد مع الضيوف ومتخبيين من كل الهوست اللي شغالين يقتلوا البشر. الضيوف في المرحلة دي ما يعرفوا انه برنارد هو كمان روبوت. الخط الزمني الثالث هو بعد اسبوعين تقريبا من المجزرة، حيبان معانا وسط الاحداث في الحلقة ليش تحديدا بعد اسبوعين، لكن بشكل عام حنلاقي انه برنارد هنا واقع وسط الشاطئ ومو عارف هو فين اساسا. في نفس الوقت حنلاقي انه موظفين شركة ديلوس يلاقوا برنارد، ومن هنا يبدأ التايم لاين الثالث. الخط الزمني الاول كان ابسط واحد فيهم، كان شكل بسيط جدا، أرنولد بيتكلم مع ديلوريس. في المرة دي وكالعادة الاثنين بيتكلموا كلام فلسفي، لكن يبان معانا كيف انه أرنولد خايف من درجة الوعي اللي وصلت ليها ديلوريس، خايف ايش ممكن ديلوريس تعمل في المستقبل. في الخط الزمني الثاني او التايم لاين الثاني هو الاهم، في عدة احداث مع عدة شخصيات. اول شخصية حنتابعها هنا هي برنارد. برنارد حتلاقيه انه مختبئ مع الضيوف ومع شارلوت جوة حظيرة، خايفين من الهوست، خايفين من الروبوتات اللي شغالين يقتلوا البشر في كل مكان. برنارد وشارلوت والضيوف يشردوا لكنهم يوقعوا في كمين. برنارد وشارلوت يقدروا انهم ينقذوا نفسهم من الكمين ده ويروحوا المنطقة السرية ما حد كان يعرفها غير شارلوت. هناك حنعرف انه العالم الخارجي منتظر من شارلوت، منتظر من ويست وورلد شحنة. الشحنة دي عبارة عن شخصية بيتر. شخصية بيتر كانت اول شخصية هوست يرسل للعالم الخارجي. شفنا الشيء ده في الموسم الاول، لكن الى الان ما وصل برا، الى الان ما وصل للعالم الحقيقي. ويبان معانا نوعا ما انه العالم الخارجي مو راضي انه يتعاون او حتى يساعد شارلوت واللي صار معاها، الين تعرف بالضبط ايش اللي صار للشحنه، الين ما يعرف بالضبط متى حيوصل لهم شخصيه بيتر. فشارلوت تطلب من برنارد انه يدور على بيتر. في نفس الوقت نشوف انه برنارد بيدور على بيتر ويلاقيه، لكن تبدا تصير له مشاكل، يبدا يبان كده انه مو قادر يتصرف بشكل طبيعي. نفتكر مع بعض كيف انه برنارد في الموسم الاول بتحديدا في الحلقه التاسعه طلق على نفسه النار، لكن ما شفنا بعدها كيف قدر مرة ثانية انه يرجع ويصير روبوت طبيعي. ونشوف كيف انه يبدأ كل الآلات اللي فيه، كيف انه تبدأ الفيجن الرؤية حقته تروح ويكون ما هو على بعضه، كل شيء فيه يرجف. هنا يبدأ ياخذ السائل اللي موجود في احد الهوست، السائل اللي موجود في الروبوت ويحطه في نفسه ويرجع مرة ثانية يتصرف بشكل طبيعي. ف
فنعرف من الحدث اللي صاير مع برنارد انه وضعه غير طبيعي ابدا، صار محتاج ياخذ السائل داعش نرجع بشكل طبيعي. والشيء الثاني انه في شخصية بيتر مفقودة. الشخصية الثانية الموجودة في التايم لاين الثانية شخصية دولوريس. هنا دولوريس قلبت سايكو، قلبت مجنونة، شغالة تقتل كل البشر، يا تقتلهم يا تشنقهم، والأحلى من ده كله إلا شغالة تغيظهم، بتتكلم معاهم بنفس الأسلوب اللي روبرت كان يتكلم معاهم. أحلى شيء لما قالت واحد فيهم أنت موجود في حلمي، you are in my dream. وهنا نبدأ نعرف إن دولوريس تبدأ تكتشف نفسها، تبدأ تعرف إيش هي شخصيتها الحقيقية. لا تبغى تكون بنت المزارعة الطيبة، ولا تبغى تكون المجرمة اللي مبرمجة بشخصية وايت. الشخصية الثالثة يعود معانا The Man in Black. يرجع يقوم يلاقي الجثث كلها فوقه، وأول ما يبدأ يمشي يلاقي طفل صغير، الطفل الصغير ده بيتكلم معاه، تقريبا الصوت اللي موجود هو صوت روبرت. الولد الصغير ده هنا يقول لي The Man in Black إنه جاء وقتك، جاء دور المغامرة اللي بتلعبها. لو نفتكر مع بعض كيف إنه روبرت كان يقول لي The Man in Black في الموسم الأول إنه الميز ما هي مصممة له، الميز معمولة للهوس، معمولة للروبوتات، فلا تضيع وقتك فيها، وقتك حيجي. فهنا الولد الصغير أو روبوت يقول لي The Man in Black إنه وقتك أخيرا جاء. الرهيب هنا إنه روبرت حتى بعد ما مات لساعه موجود وبيقول للناس إيش بيسووا، لساعه موجود وبيقول لي The Man in Black إنه لك دور، يعني هو عامل دور لThe Man in Black من البداية. نروح الآن لشخصية ميف. ميف موجود الآن في مقر الشركة في ويست وورلد، ونشوف كيف إنه تنقذ لي. لي هذا هو الشخصية اللي كانت دائما تكتب القصص اللي موجودة في ويست وورلد. على الرغم إنه لي حاول يفتن على ميف عند الحرس، إلا إنها برضو أنقذته لأنها محتاجة، لأنه حاول يقنعها إنه يقدر يساعدها يلاقي بنتها. لكن شخصيا في موقفين جميلة جدا عجبتني مع ميف ولي. أول موقف إنه لي بيقول لها إنه البنت دي غير حقيقية، إنه كل شيء كان ساير عبارة عن قصة هو اللي سواها. فميف تمسكه وتتكلم معاه بطريقة كلها مشاعر، هل أنا غير حقيقية؟ هل مشاعر البنت غير حقيقية؟ هل تحكمي فيك الآن غير حقيقي؟ فلا تقنعني بشيء حقيقي أو مو حقيقي، أنا أبغى ألاقي بنتي. الموقف الثاني كيف إنه خلت لي يفسخ ملابسه كلها، يصير عريان قدامها. شيء ده عكس تماماً الموسم الأول، لما كانت ميف دائماً موجودة في مقر الشركة وهي عريانة. الصورة اختلفت، الروبوتات الآن بيتحكموا في البشر. نروح الآن للخط الزمني الثالث. الخط الزمني الثالث كله على برنارد. برنارد يصحى يلاقي نفسه في مكان مو عارف هو فين ولا عارف ايش هو الوقت، الين ما يلاقي رئيس العمليات في شركة ديلوس. وخلال الكلام نفهم ان الاتصالات كانت مقطوعة ما بين ديلوس وويست وورلد لمدة تقريبا اسبوعين. من هنا نقدر نستوعب ونستنبط ان الاحداث اللي صارت في الخط الزمني ده هو من بعد اسبوعين من المجزرة حق ديلوريس. يبدأوا يكتشفوا المكان إلين ما يوصلوا منطقة فيها بحيرة كبيرة. البحيرة دي على أساس الخريطة الرئيسية لمنطقة ويست وورد المفروض إنها ما هي موجودة، لكن إحنا شفنا كيف في الموسم الأول كيف إنه روبرت من وقت للثاني بيضيف أشياء على عالم ويست وورد من غير ما يقول لشركة ديلوس. اللي خلاهم يوصلوا للبحيرة هذه إنه جهاز المراقبة اللي عندهم كان مبين إنه في المنطقة دي في روبوتات كثير متجمعين، لكن لما يوصلوا يلاقوا إنه البحيرة هذه مليانة روبوتات ميتة، كلها جثث مرمية كل مكان، يا موجودة على شاطئ البحيرة يا إنها بتطفو على البحيرة. هنا برنارد يبدأ يفتكر ويقول أنا اللي قتلت الروبوتات هذه كلها، وبالطريقة دي تنتهي الحلقة الأولى. مع نهاية الحلقة الأولى نعرف إنه عنوان الموسم الثاني حقيقي، إنه الفوضى فعلا موجودة في كل مكان. Chaos is everywhere. الشيء الثاني وزي ما قلت انه حيكون اقل تعقيدة لو عرفت كيف مسألة التايم لاين حتمشي، متابعة الموسم او متابعة ويست وورلد حتكون اقل تعقيد. الشيء الثالث بكل صراحة انا قلقان على مستقبل ويست وورلد، ايش اللي حيصير؟ الشيء المثير للاهتمام في الموسم الاول هو انه ايش اللي صاير، قاعدين نسأل بعض الين ما وصلنا للمرحلة الاخيرة، الين ما وصلنا للحلقة التاسعة والحلقة العاشرة. لكن الموسم الثاني واضح بزيادة، خلاص الروبوتات بتحاول تستغل البشر، الروبوتات بتحاول تصير تتحكم، ممكن تتحكم على ويست وورلد الين ما تطلع للخارج. في نفس الوقت اهم شخصية واكثر شخصية صراحة مثيرة للاهتمام معايا في الموسم الثاني للان هو برنارد. هل بيتصرف انه بشر او هل بيتصرف انه هوست؟ كل الهوست الروبوتات لما عرفوا انهم روبوتات وما هم بشر حقيقيين قلبوا على البشر ما عدا برنارد. وكمان نهاية الحلقة نكتشف انه هو اللي قتلهم كلهم. طب ليش قتلهم؟ ايش اللي خلاه يسوي الشيء ده؟
ياريت تشاركوني، حابين نكمل مناقشة الحلقات حلقة بحلقة أو نوقف هنا ونناقش الموسم بالكامل عند النهاية. إذا أول مرة تشوفني على اليوتيوب، أنا مو بس أتكلم على ويست وورلد، عندي حلقات لمراجعات أفلام ومسلسلات وأنيمي، بنتكلم بشكل متكامل عن عالم هوليوود. كان معاكم ماهر موصل، أشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية.